السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة وصفة نيت. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم طريقة عمل الفقاص بالشوكولاتة. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير سنحتاج إلى 7 غرام من الكاكاو، 5 بيضات، كأس زيت أو كوب، 14 غرام من الخميرة الكيماوية بيكنج باودر، 20 قطعة من الشوكولاتة فاني أو السكر بنكهة الفانيلا، ثم كأس كبير من السكر الخشن سكر سنيدة. بسم الله على بركة الله نبدأ. أول شيء نضع قبصة من الملح، نضيف 5 بيضات. البيض يستحسن أن يكون بحرارة الغرفة. نضيف كأس من السنيدة أو كوب من السكر الخشن، ندمج البيض مع السنيدة لإذابة السكر سنيدة. نضيف السكر بنكهة الفانيليا ثم يضاف الزيت، زيت المائدة، ثم ندمج العناصر مع بعضها، ثم يضاف الدقيق شيئا فشيئا إلى أن تتكون لدينا عجينة لينة ومتماسكة. هذا الفقاس فهو سهل جدا ورائع شكلا وكذلك مذاقا. نضيف 14 غرام من البيكنج باودر أو الخميرة الحلويات أو الخميرة الكيميائية عفوا، أو ما يعادل كيسين من خميرة الحلويات. نستمر بإضافة الدقيق مع العجن. ممكن العجن في آلة العجين أو ممكن فقط العجن باليدين. وبعدها عجن العجين تقسم إلى 2، نصف سيضاف إليه مقدار 20 قطعة من الشوكولاتة السوداء، والنصف الآخر سنتركه يعني لونه عادي. كذلك يضاف إليه الكاكاو مقدار ملعقة كبيرة أو ما يعادل 7 غرامات. يضاف الشوكولاتة شيئا فشيئا وكذلك بودرة الكاكاو الخام. تخلط العجين جيدا. هنا متتبعينا الكرام نرى أن العجينة أصبح لونها أسود أو عجينة سوداء. يقسم العجين إلى 4 كريات سوداء ثم 4 كريات بيضاء أو عادية بدون كاكاو. أول شيء نبدأ بتشكيل الكرية البيضاء. نستعمل الدقيق لنمنع الالتصاق. نبدأ بالدلك. تدلك العجين بواسطة المدلك. نمر الآن إلى دلك عجينة أخرى باللون الأسود بنفس طريقة العجينة الأولى. نرش سطح بالدقيق ثم نبدأ بالدلك بالمدلك. توضع العجينة السوداء فوق العجينة العادية. ممكن أن نضعها بهذه الطريقة التي رأيتموها في الفيديو، كما ممكن لو لف العجين على المدلك
ونبسطها فوق العجينة الأولى. الآن نبسط قليلا من أجل التصاق العجينة السوداء بالعجينة الأولى. نبدأ الآن باللف. يلف العجين على شكل سيجار يوضع العجين في صفيحة الفرن مدهونة بالزيت. هنا بعد إخراج الفقاس من الفرن نضعه فوق سطح الطاولة، ثم نبدأ بقطع الفقاس بالطريقة المعتادة. كما ترون مشاهدينا الكرام، شكل الفقاس يكون شكله رائع جدا، وكذلك مذاق جد رائع. أتمنى أن تجربوه لأنه سهل جدا. عند قطع الفقاس نبدأ بقطع بالجوانب ونترك العجين، أو بعد إخراج العجين من الفرن نتركه يبرد قليلا قبل البدء في القطع. نستمر بتقطيع العجين نحضر صفيحة الفرن ونضع فيها الفقاس، حلوة الفقاس. من بعد ذلك ندخلهم إلى الفرن ليتحمروا من الفوق، ثم بعد ذلك نقلبهم للتحمر من الجهة الأخرى، أو ليتحمروا من الجهة الأخرى. ندخلها الآن إلى الفرن. بعد احمرار الجهة الأولى نقلب الفقاس ثم ندخله لإحمرار الجهة الأخرى. هنا بعد تحمر أو إحمرار الجهة الأخرى التقديم، نضع حلوة الفقاس رولي بالشوكولاتة. أتمنى أن تنال وصفة اليوم إعجابكم. إذا أعجبكم الفيديو المرجو عمل جيم والمشاركة في القناة للتوصل بالجديد، وزيارة صفحتنا على الفيسبوك، وكذلك موقعنا الإلكتروني www.wasfanet.net. إلى وصفة أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.